ما الذي يعنيه انتخاب المغرب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على حساب الجزائر نائبا لرئيس اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار؟ يعني ذلك اعتراف بمجهودات المغرب التي ما فتئة يقوم بها، خاصة على مستوى تحقيق السلم والأمن على مستوى جهات متعددة في العالم. وبطبيعة الحال هو اعتراف آخر بالنسبة للمغرب على أساس أنه من بين الدول التي ليس فقط تحافظ على السلم ولكن تعطي معنى للشرعية الدولية وتؤمن بطبيعة الحال بكل القيم التي أتت بها الأمم المتحدة. طيب أستاذ، يعني الترشيح الجزائري كان يهدف إلى السيطرة على اللجنة الرابعة من أجل تنفيذ أجندتها المتعلقة بقضية الصحراء، وذلك بتواطؤ من رئيس هذه اللجنة سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة. حتى نقرب المشاهد أكثر، ما دور وأهمية هذه اللجنة الرابعة داخل الأمم المتحدة؟ هذه من اللجان المهمة بالنسبة للأمم المتحدة لأنها تتناول الكثير من المسائل السياسية، خاصة القضايا المتعلقة بإنهاء الاستعمار وكل القضايا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين بالأخص وحقوق الإنسان وحفظ السلم ومكافحة الألغام إلى غير ذلك من القضايا المهمة التي بطبيعة الحال تدخل ضمن أنشطة الأمم المتحدة. وهذه اللجنة يمكن أن نقول بأنها يعني الملف المغربي المتعلق بالقضايا القضية الأساسية بالنسبة للمغرب وهي قضية الصحراء هو معروض على هذه اللجنة. ومن تم بطبيعة الحال نحن نعلم أنه الآن انتخب شخص ينتمي إلى فنزويلا هو السيد رافائيل داريو راميريز كارينو، وهذا الشخص نعلم بأنه بطبيعة الحال قضايا الوحدة الترابية تعتبر فنزويلا من الدول التي تعاديها صراحة نظرا لأنها تنتمي إلى الحلف الجزائري. فلو انتخبت الجزائر مرة أخرى علما أن هذا أمرا كان غير معقول لأنه سبق أن كانت حاضرة في هذه اللجنة في السنوات الماضية القليلة، فكانت النوايا بطبيعة الحال ستكون موجهة بالأساس إلى مناوئة قضية المغرب وإلى التشويش على مسار الأمم الذي يتعاطى مع هذه القضية من منطلق القانون الدولي أكثر من أي شيء آخر. نعم عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات.